مع مصرنا الجميلة، مصرنا الساحرة، ليالي رمضان بالتاريخ وبالنفحات الدينية الجميلة. ومعانا يعني مرشدنا السياحي المحب والعاشق لمصر بسام الشماع. أهلا بحضرتك أستاذ بسام، وبنحييك على وجودك معانا بشكل منتظم كل يوم اثنين. اهلا بكم استاذه هاله، واهلا بالساده المستمعين العظام، وكل سنه وانتم طيبين، وكل نصر وانتم طيبين. العاشر من رمضان، وان شاء الله ايامنا كلها افراح وانتصارات باذن الله. يا رب دايما يا فندم. زميلنا احمد عبد الغني بيصبح على حضرتك. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح الاشتاء على عيون كل المصريين العظام. تسلم يا فندم. حضرتك اخترت لنا القلعه بقى بجمالها الاسبوع اللي فات، يا ترى المعلم التاريخي الجميل هتختاره لنا ايه الاثنين ده؟ الحقيقة مش بعيد عن القلعة يا جماعة، عندنا مجموعة من الآثار بدعو الجميع لزيارتها، آثار مبهرة، آثار لها تاريخ. عندنا يا جماعة الحجر بيسرد تواريخ وفصول كثيرة جدا من تواريخنا. بنتكلم على مجموعة كبيرة جدا من الآثار، زي مثلا مسجد الرفاعي، وقدامه مسجد السلطان حسن. هذا المسجد الذي أطلق عليه في إحدى المصادر هرم مصر الإسلامية، من كتر حجمه وكبره وضخامته والوسع بتاع الفناء بتاعه، مدخله المبهر. وانت داخل وانت طالع من هذا المسجد وانت ماشي في الممرات بتاعته، بتقعد تنبهر من الفن الإسلامي والنحت الإسلامي والخطوط اللي كانت بتستخدم في الكتابات. ايضا لو طلعت من السلطان حسن وديت ظهري كده للسلطان حسن، وقدامي على طول هبقى الميدان، وقدامي هشوف القلعه ومسجد محمد علي فوق كده في اعلى التل. لو دخلت يمين بقى في الشارع ده هلاقي سبيل ام عباس واخد الامه او الناصيه بقى زي ما بتسموها في القاهره. هتلاقوه واخد الامه بتاعه شارع اسمه شارع السيوفيه، يعني سبيل ام عباس ده على امته في شارع السيوفيه. وشارع السيوفيه ده اللي كان زمان بيصنع فيه السيوف، فاطلق عليه السيوفيه. وده على فكره الشارع اللي انتم كلكم عارفينه، لان فيه قصر الامير طاز. ايوه. وطبعا قصر الامير طاز وهو يعتبر الان من اشهر المعالم. بالظبط كده. لو انا كملت شويه بقى بعد سبيل ام عباس، هنلاقي اكبر مسجد في مصر من حيث المساحه. يعني في ناس تعتقد مسجد محمد علي مثلا، ممكن يعني حد يفكر كده مسجد محمد علي مثلا من ضخامته وكبره وازاي هو شاهق. عندنا مثلا مساجد كبيرة في الفناء بتاعها وفي الأواميد بتاعتها، ولكن يقف هذا المسجد على تل بسيط كده، هوت على هضبة بسيطة كده بيسموها جبل يشكر. وتم بناء هذا المسجد بحاجة كان على ما يبدو ان هي اختراع او ابتكار، حاجة اسمها الزيادة. الزيادة دي كانت في الجوامع في مصر، كانت حاجة جديدة في مصر. ايه بقى الزيادة دي؟ مساحة برة المسجد ولكنها متضمنة داخل المسجد، والمساحة دي الفاضية دي بتفصل الجامع من جوه حيث الصلوات والروحانيات، بتفصلها عن الشارع اللي بره. كانك بتعملي ساوند بروف للجامع زي ما بنقول كده. بالظبط كده. كانك بتعملي ساوند بروف، كانك بتعملي نوع من انواع عازل الصوت علشان الناس اللي جوه المسجد يتمتعوا بالروحانيات ويبقوا بعيد عن مثلا الكلام بتاع الناس او الايه الصخب وكده. وده الزياده دي اطلق عليها يا جماعه في اللغه الانجليزيه كلمه زياده. يعني لما تيجي تقري عن هذا الابتكار في الكتب الانجليزي تلاقيهم كاتبينها كده، يعني زد اي واي اي دي زياده كده، اهو مش كاتبينها اكستنشن. هو يشرحها لك اكستنشن، لكن هو كاتبها زياده. وده معناها تاثير هذا الابتكار على دارسي العلم بتاع المعمار الاسلامي. المسجد ذات نفسه يا جماعه به من الاشياء المتفرده، يعني اول حاجه مثلا مأذنته خارج جسم المسجد، لدرجة ان هم عاملين كوبري صغير، متخيلين، ما بين المأذنة وما بين جسد المسجد ذات نفسه. مسجد مبهر به العديد والعديد. اللي هو بقى حضرتك تحديدا مسجد ايه يا فندم حضرتك؟ مسجد احمد ابن طولون.
احمد ابن طولون. تمام. مسجد احمد ابن طولون على محمد بعد نور قال لي ده احمد ابن طولون. برافو عليك. محمد نور ده واضح ان هو عالم اثار يعني. كمان حضرتك بدات بمسجد الرفاعي، ده مسجد الرفاعي ده عايز حلقه لوحده. بالظبط كده. بالظبط يعني مسجد الرفاعي فندم به العديد من الاضرحه، وبيجمع على حد معلوماتي البسيطه ما بين الايات القرانيه والصلبان المسيحيه كمان. الرفاعي يا فندم حضرتك قلت بالظبط جمله شهيره قوي وجمله مهمه، ان هناك ممكن الاضرحه بتاعه مثلا شاه ايران هتلاقيه في الرفاعي، هتلاقي العيله المالكه القديمه، هتلاقي ضريح او مقبره الملك فاروق ذات نفسه. برافو عليكي، احسنتي. وانهي معاكم بقى طالما بنتكلم عن المعمار، فعايز اعرفكم على شخصيه كده في خلال 30 ثانيه اسمها سنان. سنان دوت كان مهندس معماري في ال 1400 و 1500، هو كان عثماني وهو اللي شيد أكثر من 477 مبنى، ده من عباقرة المسلمين. وسنان ده يا جماعة من ضمن إنجازاته إن هو في مسجد من المساجد أولاً بنى مسجدين مقاومين للزلازل، أدي أول تتكلم في الـ 1400 1500، وبيتبني مباني هايلة ومنارات ومآذن عالية جداً ومقاومين للزلزال، أدي أول حاجة. تاني اختراع رهيب عمل إيه؟ عمل الدخان الناتج عن ضوء الشموع اللي كان بيولع المسجد جوه، كان بيطلع الدخان ده يمشيه في مجرى، المجرى ده بيؤدي الى غرفه، الغرفه دي فيها فلتر ميه بينقي يعمل تنقيه لدخان ضوء الشموع اللي كان بيولع او بيضيء المسجد، قبل ما يخرج بره المسجد بيفلتره الصماد او السخام او اللي احنا بنسميه الهباب الاسود المتخلف في الفلتر، كان بيستعمل كحبر، والحبر ده لما كان بيكتب بيه الكتب، ما كان بيتكتب بيه الكتب، كان بيطرد الدود الكتب والحشرات الاخرى. شوف ازاي اعاده التدوير واستخدام الاشياء. يعني معلومات رائعه استاذ بسام، قد ايه بنشكرك عليها، وقد ايه حريصين على الاستمتاع بلقاء حضرتك الاسبوعي مع كل مستمعينا في امل وفي تفاؤل. الف الف شكر، وكل عام وانتم بخير. وسعادتك بخير يا فندم. شكرا.